إذا أتاك الله نعمة أيا كانت ولم يخلو أحد من نعمة ظاهرة فيه عرفها أو جهلها، إن بقاءها مرهون بأمرين: علمك أنها من عند الله وشكرك لله، والآخر ألا تبطر بها. المهم أيها الإخوة، نحن في رغد من العيش، والله إن لم نشكر هذه النعم أن نتمناها بعدين. طيب كيف نشكر نعم الله ورغد العيش؟ أولا بالاعتراف بها والإقرار والتحدث بها، ثم صرفها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأيضا عدم الإسراف والتبذير الذي نلاحظه في حياة كثير من الناس، فإن الناس بلغت بهم النعمة حد البطر، وخاصة في المناسبات وفي العزائم وفي الزواجات، لم يعد الناس يقدمون أكلا للبطون، وإنما يقولون الزاد للعيون، يعني للرياء. أي نعم. ومن ما يعني أخبرني به الإخوة وشاهدته أنا في سكاكا وفي القريات وفي طبرجل وفي الدومة، من في المناسبات يضعون الصواني الطوال، صينية طولها 1.5 متر، يحطون عليها بعير، وبعضهم يحط جنبها من هنا خروف ولا خروفين، وبعضهم يحط زيد يعلق دجاج، وبعدين يدني على السفرة هذه الصينية 5 رجاجيل منا وخمسة من هنا، يمخشونها بيديهم ويقومون. طيب حد يجي يأكل بعدهم؟ لا، قالوا صعب، كيف نجي بعد الناس نأكل من أكل قد أكل منها غيرنا؟ طيب وين نودي هذه النعمة؟ نوديها زبالة. أي نعم. طيب الله ما يغار على هذه النعم؟ غيرنا يموت جوعا، ما أنتم لبعيد عما يحصل في سوريا، الذي نسأل الله عز وجل أن يرفع الفتنة عنه وأن يهلك طاغيته وأن يعجل بهلاكه. سوريا الجريحة، سوريا التي تنزف قلوبنا دما عليها، بلد الشام، البلد المبارك، بلد الخير، بلد المزارع، بلد الفواكه، بلد الخيرات، الآن يموت الناس فيها جوعا. هل سمعتم بأنهم أكلوا القطط؟ بلغكم هذا؟ شفتوا الواتسابات؟ أكلوا البساس؟ من يأكل البس؟ أنت تأكل بس أنت؟ إحنا ما كنا الخرفان حتى نبيها، خلاص شبعنا. هم يأكلون القطط ويأكلون، ذبحوا الحمير وأكلوها وشووها، أكلوا الكراتين، ماتوا من الجوع، ونحن نرمي النعم في صناديق النفايات على مستوى المناسبات وعلى مستوى أيضا الأسر. الآن ما من أسرة في المملكة العربية السعودية إلا وعند بابها في كل يوم كيس زبالة، أليس كذلك؟ طيب فتش كيس الزبالة، وش تلقى فيه؟ تلقى فيه الرز، تلقى فيه اللحم، تلقى فيه العيش، تلقى فيه الفاكهة، تلقى فيه الإدام، كل بيت. نعم كل بيت. ليه؟ لأن الأسرة ما تطبخ على قدها، يطبخون يملون الصحن ويجي الواحد يأكل، يقطع قرص العيش يأكل منه ربعه، ويفتح حبة البرتقال يأخذ منها جزء ويخلي 3 أجزاء، ويأخذ الموزة يأكل نصها ويرمي نصفها، ويأكل من صحن الإدام قليل ويخلي الكثير، ويأكل من الرز شوي ويخلي، وإذا غلقت الأسرة وقاموا كبوه كله في نفس السفرة وشالوه بالكيس وحطوه في الزبالة وطلع زبالة. And I opened it and I started to read it. What I realized was that the Quran was a way of life. And I opened this book, the Quran, and what I noticed that was different about the Quran is that it was a system for life. It actually works. As I read through and I read the surahs, the meanings, and I got my head out of the red top syndrome, you know, the papers that you buy in this country. What I realized was Islam was a very beautiful religion or system for life. And I prefer to call it a system for life. When I picked up the Quran, I noticed in there that it was very